غادي نشرح لكم فين حنا بالزربق نرجعوا للكونسيبت. لو كلاب شبكه الكترونيه مغربيه جديده متخصصه 100% في عالم السينما والتلفزيون، الافلام والمسلسلات. هاد الشبكه غادي تلقاو اخبار السينما العالميه والمغربيه بطبيعه الحال، غادي تكون برامج خاصه بالسينما والتلفزيون بحال هذا اللي غنديروا في رمضان، وغادي تكون حاجه مهمه ولاول مره هي عروض العمل. لو كلاب كيعطي فرصه للشباب باش يدفعوا لعروض الكاستينغ اللي كاينه في المغرب بطريقه بسيطه من وسط السيت بكليك واحد بكل شفافيه، وكيعطي للمنتجين ومديري الكاستينغ امكانيه يلقاو لي بروفيل اللي بغاو، سواء متمرسين اللي عندهم اكسبيريونس او حتى المبتدئين. لو كلاب كيلاقي الطرفين، ما كاينش غير التمثيل، كاين حتى عروض عمل المهن الاخرى اللي عندها علاقه بالمجال، وكاين حتى عروض ستاج بالنسبه للطلبه. غادي يكون حتى ركن اي بوتيك اللي كيقدم الشراكات ديال نتفليكس، هولو، شاهد في اي بي. وحاجه زوينه بزاف اول مره حتى هي، غادي يكون نظام ديال التصويت اللي غادي يتفعل قريبا حتى هو، باش يكون عندنا مرجع خاص بتنقيط الاعمال المغربيه اللي مبني اساسا على الاراء والتقييم ديال المشاهدين. هادي واعره. دابا قبل ما ندوزو للكونسيبت ديالنا، جي بعدا نديرو طلع على شنو كاين في رمضان، تشوفوا الاعمال البارزه، نشوفوا شنو غيكون. ام بي سي 5 مثلا نشوفوا الاعمال القويه اللي كانت عندها، كاين ولاد المرصى، ولاد العم اللي سمعنا انهم تاجلوا في اخر لحظه مورا رمضان. كاين سلامات ابو البنات الجزء الثاني، الاولى مثلا عندها سيت كوم احلام سيتي و سيت كوم دار الحنا، كاين الماضي لا يموت الجزء الثاني، دوزيام عندها سيت كوم كلنا مغاربه وقت الفطور، وتجربه ديال رشيد الوالي في اخراج سيت كوم قصريه وفلا، وكاين مسلسل باب البحر. الانطباعات الاولى اللي نقدروا نتفقوا عليها، كاينه خدمه سينماتوغرافيه متطوره على قبل خصوصا في الدراما، كاينه اعمال اللي خدات وقت كافي في التحضير، كاينه اعمال اخرى اللي الدقيقه 90 بحال ديما، كاينه اجزاء ثانيه ديال المسلسلات اللي سبق لها نجحات، ولكن واش غادي تعاود توفق هذا العام ولا لا؟ هادشي اللي ذكرنا قبل غير امثله ديال الاعمال اللي كنظن انه غادي يكون مسلط على الاضواء مزيان من ناحيه النقاش الرمضاني ديال كل عام، سواء بالايجاب او بالسلب، حيت كاين منها اللي كتبان من اعلاناتها جايه بواحد القوه، وكاين فيها اللي ببساطه جات في وقت الذروه اما في الفطور ولا موراه بشويه، ولكن نقدروا نشوفوا مفاجات باعمال اخرى. يقدر اللي كيبان زوين دابا يطلع ماشي تلهيه، وشي حاجه اخرى حاقرينا تطلع مزيانه وتعجبنا. الجميل في هذا الكونسيبت ديالنا هو ان غادي يكون قائم اساسا على تفاعل الجمهور مع هذه البرامج، كيف ما كان التفاعل غادي نحوله للنقاش. داكشي علاش كنتمنى يكون تفاعل بناء سواء ايجابي ولا سلبي، وهذا الشيء يقدر يكون فيه ضحك وطلعه وتقشاب وكل شيء. الفنان يعني عاده ماشي شي واحد اللي خاطرو ضيق ولا شي حاجه، بالعكس هو اللي نورمالمون كيخلق الفرجه وبالانتقادات باش كتطور اي خدمه، ولكن الا كانت الانتقادات في الصميم وكتمس الجانب التقني والبنيوي، غادي يكون اجمل اننا نوصلوها للفنان وحتى الطاقم التقني كامل ونناقشوها معهم في البرنامج بكل مهنيه ويجاوبونا على حتى هما. هكا غادي تكون عندنا نتيجه مثمره في المستقبل، نفعهم في المسيرة ديالهم، حيت غادي يحسوا بانتباه حقيقي لجوهر وتفاصيل الخدمة اللي كيقدموها بالدرجة الأولى، وغادي نستافدوا حتى حنا كمشاهدين بخصوص اللي مهتمين بهذا المجال، ونساهموا من جهتنا أنه يتطور ويزدهر ويولي مشرفنا عالميا ومفرحنا رمضانات الجاية وعلى طول العام كاع. برنامج سكرين ويك في أول تجربة ديالو غادي يوصل رأي الجمهور في البرامج الرمضانية مباشرة للفنان. تبعونا كل اثنين على موقع الكلاب، ورمضان مبارك سعيد، يدخل عليكم الصحة والسلامة والعافية وبزاف ديال الانتقادات.